السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. طرى علي طاري الوقت هذا، مثلا الحين شيء يجيك من حول لين حول، من حول لين حول يجي، او يجيك من وقت لين وقت، ولا من ساعة لين ساعة. مثلا يا موسم الطيور، الحين هاي اللي تشوفونهن الصفاصيف والطيور، وعندك ودونك، هذا يا الوقت هذا نزيل موجودات الحين، وتسمع حين يصابون ويغير الدنفي ويلحنن كل لحن طيب. نزيل الوقت الأيام هذه، نزيل الوقت اللي ما كانوا موجودات، وين كانن هاي؟ وين سارن حد رابن؟ وين سارن؟ وين سارة؟ وكيف عرفن اللي يجي مرة ثانية ورامن يردن من عقب هالوقت وفي هالتين بالضبط وهذاك الوقت نفسه؟ سبحانك يا مدبر الأحوال، لا إله إلا الله. نزيل هذا عرفنا، افترض انهن يعني كانن في بلاد وين البلاد هذه، او سافرا مثلا، سارا هاجرا يمكن بقعه شرق ولا غرب وردن، والسائر يرد، اللي يصير يرد، واللي يغيب يرد، يصير بقعه شيء من البقعه ويرد. البراد حين هذا اللي نحن فيه وين صار؟ هل انه صار مكان ورد مرة ثانية كان عند ناس غيرنا ويا، ولا أنه في مكان غير ويا؟ حد اللي عارف يخبرنا. هي والله من الصبح من عقب ما صليت تسلقيت وقلت في خاطري بجلس يعني أفكر في أمور الدنيا، هذا الأمر يعني اللي كان عندك حين وظهر صار البلاد الفلانية والبقعة الفلانية ولا هاجر المكان الفلاني ويا مرتين ثانية. الجو هذا وين صار؟ صار عند ناس، صار عند عرب، صار البلاد الفلانية عند الناس العلانيين، ورد الحين اللي منكم بالله عليكم عنده الجواب يخبرني طرش لي على الخاص. هي والله نحدث خلاف يصير رمس من هالهلب الثقافة، عادة هلب الثقافة هم عاد ما شاء الله عليهم ما يخلون شيء ما يعرفون. عندي والله صدقاني وايدين مكثرهم هم مسوين عمارهم بكم بالعريف، لو ما يعرف شيء قال افتى. هي احد من العرب الحين ترى اللي ما يقول ما عارف، ولا ان شاء الله بتخبر حد كان عارف عني ما بعيد، ولا ما نقول حد من الوادم حاط عمره في عرف امور الدنيا كلها، وحاط عمره في صداقات، وعندك ودونك وسيره وييه ما يا يد من الربيه هانتي. اليوم هذا حين من يجي صلاح بنتريق ونعيبنا الله خير وبنسولف وبنضحك، وإن شاء الله الساعة قبل الساعة 12، قبل الساعة 1 إن شاء الله لازم أكون في وصلت المكان اللي أنا سار له إن شاء الله. بيكون قلت لكم أنا غدايه اليوم في الشارجة، إذا الله جعلنا من الحين غداي في الشارجة، وإن شاء الله مسائي قلت لكم بيكون في دبي اليوم الخميس والجمعة والسبت. السبت بعد السبت بكون في الشارجة في دبي إن شاء الله في وافي. السبت الساعة 12 الظهر بكون في وافي. أهم ما في السير ثلاثة أماكن، اليوم الساعة 1 الظهر، ويوم السبت الساعة 1 الظهر بعد 12 موعدي يا شخصية قلت لكم تحبونها إن شاء الله، وإقامتي بتكون إن شاء الله في البيت إذا الله جعلنا بالحين إن شاء الله. أبوي واللي تخبروا عن دواركا، دواركا أبوي في بلادها، دواركا في بلادها، وسارة قالت الإجازة كم تبى إجازة أبوي؟ سنتين. قلت لها إن شاء الله سير الله يحفظك. كنسلت أقول يوم خلافة تبين تردين بردك. قالت أبوي تبى تصير تحمل، تقول الحين كبرت وبتلاحق عمري راس مالي بنية، بسير أبوي بحمل وبربي وبرضع سنة ولا سنتين ولا سنة ونص وبيكم. قلنا لها إن شاء الله ما شيء مشكلة. هي والله فقيرة تبغى لها وليد تبغى إن شاء الله ما عندي مشكلة، الله يحفظك. كل يوم أترمسنا على هالبرنامج نشوفها وتشوفنا وكل ما أقول بصورها لكم أنسى، هي لست يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة ولا سنتين، كملت 6 سنين وسارت اللحين من قبل شهر مسافرة. يا شامبي ها وين؟
Good morning. How are you? زين زين. Thank you شامبي. حليل الحرمة هاي مني سعيد. Hello. Good morning, madam. Good morning. How you doing, sir? I am fine. How's Saeed? He is fine. He's naughty. لا إله إلا الله. أنا يا أبو تمي ظهر لي قرون هني، ما أبي ظهر لك قرون أنت. What happened? What did he say? He said that I annoy him. Oh, he does me too. هي والله تخبريني عنه. الله يواليكم العافية. Look after him. He's my heart. Please. I will. I will. Thank you. You know someone take care of. إن شاء الله. You're welcome. إن شاء الله. ما شاء الله. يلا السلام عليكم. Thank you very much. Thank you sir. Let's call sir. Hello. ها سعيدي. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. ما أشوفك زين عاد، ليش ما ظهرنا وجهك بس؟ لا لأني أنا أركض. أنت رابني وجهك بكبره. بديت وجهك أنا لا خليت منك. ليش قاعد تصور زين؟ انا الله ابوك. يلا يلا بس. ها السعيدي. هلا. مني هاي اقول لك مدرسة ولا شو؟ لا هاي مديرة الجمعية. لا اله الا الله. Good morning. Good morning. يا صباح الخير. يا صباح الخير. شوف سعيدان. ادواء من الحناية. Fine, thank you. How is America? London? Good. London, where is it? How is school? Yeah? Everything is good here. Oh, voila? Good, Habibi. Okay. Yes. Bad Habibi? Yes, long time, sir. 5 years already. He's my friend also, sir. سعيد ترمس من الحناية دواركا؟ ايه، اتصرفها كلهم بوتم. قول والله شو اخبارها؟ زين ما اشوفك. اظهر وجهك. اسمع يا تشوفني. قول والله. اقول لك مني الحرمه هاي اللي توك شو تسوون وياها؟ شو اخبارها؟ شو علومها؟ هاي كل يومين ثلاثه تجيب لنا اكل وتجلسنا هني. يعني شيء دراسه عندكم انتم ولا دراسه من بعد؟ عن بعد وفي الجامعه. كلاس واحد في الجامعه واربعه برا. زين 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 حبيبي. الحمد لله. اوكي فديتك. باي. هذا العصير وصل. هذا العصير عبارة عن تحف فنية. سبحان الله تكون عبارة عن تحف فنية. فنكن لهم كل الاحترام والتقدير، كل من ساهم بتطوير ذاته ومشاريعه واشياءه الخاصة فيه، يعني سبحانك يا رب. اللهم لك الحمد. هذا فضل ونعمة من الله سبحانه. الأول الأشياء اللي هالنمونة والتصاميم الجميلة الفريدة نشوفها فقط في الخارج. عايض بعد. هذا عايض. وعايض عاد الحين يبى ترد عليه ما يسد دقيقتين وثلاث. يبى يرمس أبوه، يبى يخبرك عن الحلوى وشو سوى وشو استوى وشو علمهم شو خبرهم. شو عايض روحه بعد فيلم. فأقولكم هي والله ما في الحين برد خلاف عايض برد خلاف. أقول وصراحة يتريه هناك. أشياء مثل هاي ما كانت موجودة في السابق أبدا، ما كانت موجودة سبحان الله. فأصبحت تحف فنية بإدارة إماراتية تبارك الرحمن ما شاء الله. اللي يتخبروني عن الزل ومن وين وكيف وكيف تصميمها هذا كله أبوي إن شاء الله له يوم معين بيكون في القريب العاجل، يمكن يوم ثلاثة الجاي أو الاثنين. من يجيني من يراعي المشروع روحي بخبركم. وايد ضروري تعرفون الوزن الزولية هذه. هاي الزولية روحها اللي تشوفونها طن 1000 كيلو. ارتفاع الوبر مال الصوف مال نوع الصوف نيوزيلندي نخب أول درجة أولى، سمكة 2 إنش، وزنها طن 1000 كيلو. هاي الزولية روحها
فلذلك هاي إن شاء الله بيكون الخبر الجاي عن بالنسبة للديكورات، طريقة التصميم وطريقة الطلب وطريقة التركيب واختيار الألوان موجودين أبوي خبراء مع خبير إماراتي من قلب الخيل خيلي بشيركم، ولد شاب ما شاء الله عليه أبو منصور بنجلس وياه بخبركم بخلي يخبر شو هاي على فكرة حرف الكي هذا هي حافظ علي في كل مكان حاطين كي هي حافظ عليك يا الكي وين ما تصير لهناك حتى في النصيف حرف الكي كم مكبرة وفي هذه بعد حاطيك حرف الكي ها شوفوا حاطين حرفي وين ما تصير ما شاء الله عليهم حافظ على هالرجال هذا أبو منصور تحفة ها روحه بكبره هو تحفة حفيظ السلام عليكم good morning man how are you my brother you are my son بعد شبد اليوم على فكرة يوم شبد نسيت أنا أقول ها يا بوك بتغير تضربني غيرة كل يوم كل أمس شبد واليوم شبد شو ظنك ها نعم أمس متريك شبد واليوم متريك شبد أنت أول هبل أنا تدين اليوم يريد مشان أنا أسوي أبوي وحرمه البحر رادي وصابوا يا ولدها أنا أبوي يأكل شبد ونص هي شبد ونص يا طالعتني حتى في أكلي شفت البحر ولدها قال لي مايا مستغرب حد يروم يأكل شبد ونص قلت هي نعم الشبد أبوي ذبيحها الكبير شبدها الكبير كبر راح كبر راح تلشف ها شفت راح تلشف هاي راح تلشف كبر راح تلشف وهيال هاي ياهل ما تسد أبوي بحطه ما باكل العيال مسوياته ناكل بسكارات شو اسمه تشيز اومليت مسويات وانت انتوا اليوم شو مسوين هي 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 العادي مال البيت اكل بيت سي حمير وباجيلا وينو حق البيت اليوم مسوين خمير وهذا يلا هذا وباجيلا شو حبه الباجيلا ما شاء الله ما زينها ما نضبط ثانك يو حبيب ويلكم سم سم انت صجي على دياك مكثره يقولون الاول الديك يصقع يوم يشوف يخطف الملك صقعت الديك يوم يصقع ومن يوم يشوف الملك يخطف السماء يصقع الديك يقولون العلم عند الله هي والله صباح يا ربي هقولكم صباح الخير هي ابوي انا حيد هني شي لي هنا هاي حبه وحده ابوي قاصره صح خيار اخيار ثلاث اربع لا 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 ذبان غرب الله هاي كان اربعه شي واحد ابوي حرامي اسد اسد شي حرامي نحد عندنا اليوم لا ما في حرامي عيل هذا منو شل اللي هني؟ هذا خدمة جيب ثلاثة ما يجيب أربعة كلت البكارة كذا كذا منو كل واحد بس واحد أنت كل ما يأتي بصراحة واحد بس واحد عليك بالعافية اليوم سوي لي شبدة بتاكل شبدة وياي ولا بتاكل ولا أومليت أمي خلاص حلا بس عليك تشيز أومليت سلا أناناس بس أناناس ما تبي تشيز أومليت في الليل وحين ما تبى شوية في المصيف أنت نصف المصيف أبوك ما تبى هذا ما بعد يسوني عليه صلاح تعرف هاي يقولون صلاح نعم هاي يوم يقولك ما بعد يسوني عليه هذا أنت يتمنعنا وهن الراغبات كيف يعني حين أنت تقول ما تبى شوف حافظ عنا عاد من وين صلاح ابن عارف فنان؟ من وين؟ الدوس وين؟ الدوس يا سعد حظهم المندوس يوم انت تلفظ اسمهم صح مندوس والله عليك خبر صلاح وين اشتري يا كم خدتوا؟ هذا في ثلاثة حبة اشتري هي 1400 هو في زيادة فلوس في ديسكاونت سووكم ديسكاونت؟ يعرفوه صلاح؟ يا سعيد صلاح كل الدنيا عرف ها اللون مازي منو متنقي هاللون الغاوي هو متنقي اللون ولا سعيد ولدي سعيد ايه فديت الله يحفظه سعيد رد على مكالمة عايض ها عايض انا صلوح
صلاح هذا عايض ها عايز الحال كيف حالك حبيبي شخبارك بدر التلف ودر وين وين جبت وين انت انا حبيبي موجود هنا عندي هنا مع قابوس فرمان عافية عافية صلاح ما تبي تصير ما تبي تصير بلاد قابوس ما في يبي يفتح مركز بيوديك بيتكم عايض الحمد لله خير 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 زين صلاح تعال 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 انسين قال ان شاء الله قبل الدعوه صلاح بس ان شاء الله ما ابي ما ابي يباك تيوزي يباك تيوزي بحرمه ما ابي ما ابي شي شي بن يودك شي عندنا حري وايد يبا بعد بيت ما يدل البيت يقول لك صح انا بل هذا ابوه شو شو تقول هذا تبي تصير بانكوك ايوه بسيت ابوي عايب نعم ما يبي ابوي كعماني بيصير ابوي بانكوك عليه ما شاء الله عليه لا لا تعال عمان تعال صلاح ما بعرف ما بعرف ما يدل البيت زين خالد بيجيب خالد الحين ان شاء الله كاننا ملحيين ان شاء الله يا صلاح ان شاء الله انا اروح اقول لكم استعيب من اللي يتفهر ويستغرب ترى الحين هاي الصحة تشوفون يوم تشبدوا نص وتشبدوا نص تشبدوا نص ترى ما بوايد والله يا تشبدت التويس كم راح تلشب وهذا شويونه شويونه حتى شركت ما يسد ياهل ياهل ما يسد الصحر صغيرون لا تحرون عود ها ها كبر الكيف الصحر مبعود والله انه مبعود الصحر انا بينان هو ليش ليش هالصجي تطنس بعد انت الله اكبر طع النظر انت هذا اللي جاي صاحي ليسوي اللي ما حد سواه فلذلك يقولون الأول فضل من الله سبحانه وتعالى يوم ما عطى الخنفسانة قرون ولا العقرب عيون الحين الخنفسانة ما فيها عيون وما فيها قرون وما تخلي شيء ما تدعمه والعقرب ما فيها عيون وما تخلي حد ما تلدغه هذا الله أكبر عليك والله في ذمكم تحسوا بها انه شيء فيه صاحي ست عشرانه الله اكبر عليك وبعدين متى بتعترف بتقول ان هذا كله تمثيل متى بتجي الحلقه الاخيره وبتكتشف حقيقتك انك انت يعني مخبر ولا شرطي ولا باحث شو مشكلتك انت الحين بس كلام بس بس كلام اقول لكم العام يا انا مشروع واعلنا عنه اللي هو تمور بلادي تمور بلادي السنه طالت عماركم من دبيلنا هاللي تشوفونه هذا على فكرة إعلان إعلان مدفوع الثمن العام إعلان والسنة إعلان فالحمد لله صلاح وين ساير بول أنا أبوه الحق علينا إيه أسد أربع أسد الحق تعال تعود صلاح الحق 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 خرب علي حتى الإعلان الحق الحق برد ابوي من جديد وجديد يا سكين وقصي هذاك الكرتون زين اقول لكم تمور بلادي العام اندبولنا نفس الشيء وكان اعلان اعلان مدفوع الثمن اعلان مدفوع الثمن والطلب الاوردرات كيف يستوي عندهم انواع السحوح عندهم من فرض وخلاص بومعان يبري وهذه التمور كلها ابوي تمور الدار من مزارع زاخر من مزارع زاخر هذه العاديات يعني الطلب العادي أظهري كله هذا زين كلها أظهري وضكب الكرتون من هناك وأظهري حطيان زين تمورهم من جميع أنواع السحوح اللي عندهم عندهم السحب أنواع مزارع زاخر بالوصف ما يبالي الكلام ويوقف الحكي لا تم أي نوع من الأنواع السحوح اللي في الدنيا العودة كلها عندهم تبارك الرحمن وإنتاجهم روحهم وخدمته أهلهم روحهم خدمة بيت يعني خدمة أهل البيت فمليون نوع ونوع عندهم من السح مسوين شيء بالبر وشيء مدلوت بالدهن وشيء مدلوت بدهن وقناد وزعفران وشيء مدلوت بالزنجبيل مليون نوع نوع تعرف تحي عنه هذا كله لا تخلي ولا شيء مسكر open all these يلا منج بعصليتي نا او هي يلا يلا هتحي كله هذا
هتشي كله ميوب سامان ديقة ترى ميوب حق يعلنون عنه اللي يعلنون عنه فتحورة والعراف عرفوا الناس هذا عندهم منتج الفلاني منتج الفلاني وكفى الله المؤمنين القتال كل زين هذا بالبر وهذا بعد من غير مدلوت بالهيل والزعفران وشيء وسح منضامد شيء خلاص وشيء فر وشيء بومعان وشيء يبري وشيء خنيزي شيء كل ما تشتهي النفس وهذا ها صياني وأشكال وأنواع كل شيء شو يعني التذبحين أنت خروف خروف تذبحين يا رب خشخش وخش هذا هالصوت ما داني بيشتغل يلا زين على ما تشوفون open all these open زين فأقول رح نبرديكم إيش قال السحم من داخل وعلى حسب الطلب اللي هذا يسلي سوين في سلة البي آي بي أتي سلة بورودها ودنياها للفوايل للقهاوي للعزايم لا تفتحين هنم open this one شو هاي الحين هذا خلاص أيوه. شوفوا فرادة ومضامد وشوفوا الفردة شوف الفردة ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا الله يا رب نعطيكم على قد نيكم على هالخدمة الفنان شوفوا بالله عليكم تحرسها بايك ذهب أمهات 200 تولة شوف تبارك الرحمن لون الزعفران يا فنان الخمري ما بروح نصور الدنيا هذه كلها طالت عماركم لكن أنتوا عينكم ميزانكم روحكم تعرفون ما شاء الله ما يبالي كلام هذا عاد فرق في خاطري أرويكم الفرق السح ما بالله كله خلاص ترى كل نوع من السحوح له طعم معين وله شيء معين وله نوخة معينة وتعد به القصائد والكلمات الطيبة قالت فيه فتحي قبل يالله منج ها شوفوا ها يوم هذا يقول لك الفرد الفرد عمود الأرض انبعته غناك وانكلته هناك ما شيء خير أنا ها يغير البان أعرف زي ما زي الفرد عاد أنا من أعشق الفرد وأعشق الخنيزي صراح شبه عشودة سحبة هي لا اكبر يلا بسم الله أخبرناكم أنواع المداليج عندهم كود شيء بالمكسرات شلالال وايد أشياء الزين في خدمتهم أنها مميزة والزين في خدمتهم نظافة وطريقة زين وأسعارهم مناسبة بنحط لكم أبوي عنوانهم واللي يبى يتصل بهم ويدخل حسابهم يسوي اللي يشوفه مناسب يطلبه زين الدنيا كلها خلي لينتي أم محمد تتصرف في روحها سكري اليوم بتي أم محمد من الدمام وروحها بتتصرف في الأشياء هاي يا ويلك تخلين حد يسكه ودي هناك دسيه أي هاي من اللي يدسون ويضمون ما يراوون أحد زين أنا من طرفي أنا أضمن المنتج هذا والضامن الله سبحانه وتعالى منتج جميل وفنان وفوق عن زي وكل اللي خذوا عنه من عندهم العام اشكروا عليه معلوم أنه منتج إعلان ومدفوع الثمن إعلان ألف عين لام ما تقاي من ناتي المهم إعلان للتحرون ما لبلاش إعلان رسمي هي. لكن شيء يستاهل المدح والثناء لأني متأكد من الزين ما زين مثل ما أنا متأكد إن هذا اسم صلاح وأنا اسمي خالد. خالد يا حبيبي. شو؟ لا كبير. وين تبى أنت منها؟ حبيبي واحد. اللي تباه. الحين بدي واحد. جي يلا يبي يودي حق أخت بدرية. أختي يعني أختي. هذا واحد كيس. حطي له في كيس والله حطي له فرد. صلاح وين تبى فرد ولا خلاص؟ خلاص. إيه يبى فرد. شو اسمه؟ غاف فرض إيه قول فرض فاش فرض سيم لا المهم سيم قول فرض سوار ياي السلام عليكم السلام تعال هني عدالي أقول لك أنت تدري والمال منو سعيد بن سالم ولد سالم يا مرحبا وتحيات سالم بالهادومة القبيسي هذا سعيد مطرش ابو دريوي شو تريد؟ اريد دهن عطوك بيزات ولا؟ نعم فلوس وين؟ فلوس مني هي ما شي صبر بس يلا شامبي نعم يلا غايته خبر حفيظ يعطيه دهن وبيزات وخذوا البيزات شيل فلوس وعطوه دهن
زين زين اوكي سلام ما لا الله هذا انا وعدالي هالطيب الفنان هو وياسي يسوون الفحص وحينها يفحصون ابوي هذا من هال يسوون الفحص اقول لك انت متطوعه ولا شو متطوعه مبسوطين الحمد لله كل شيء زين خلف الطالع هي مره في خمره الراس اشكر فنك هلا لا يجي هي اقول لك من زمان متطوعين أربع شهور مبسوطين؟ الحمد لله الحمد لله رب خدمتكم دائما تستاهل خدمة هالدار والله المبروكة خدمة معازيبنا الله يحفظهم ويخليك إن شاء الله ويطرح البركة فيك وفي من رباك وعلى على اليود وعلى التطوع ربوش هلج على الله يحفظك الغالي نحن طالة عماركم وصلنا هالمكان الفنان هذا طالة عماركم يسمونه بلاد الشام والفلسطينيين المطمورة شي عاد المطمورة اللي عنده كنز كنز مطمور هذا ما حد يعلم به الا اللي لقط اللجيه هذه لاقط لجيه اللجيه عباره عن شو شيء مطمور من زمان ميود من العيال وعيال العيال وعيال عيالهم عيالهم لقطوا متى يوم كبروا الاحفاد لقطوا شو لقطوا المطموره هاي عباره عن جره فيها ليرات وفيها ملايين وفيها فلوس وفيها ذهوب ومجوهرات اشياء كثيره شو هو هذا المطمور حاليا العقار العقار حاليا ما شيء شراته هو الشيء المطمور اللي تلقطه طال الزمان ولا قصر انسب ما يكون هو اللي الشيء الموثوق به لا والله يا ابوكم وقفت سيارتي في نص الرسته وقفت سيارتي في نص الرسته ونزلت عيبني المكان عيبني الموقع عيبني هالشيء الفنان تحفة معمارية تبارك الرحمن في تنتي شو يا الشارجة يا دار الثقافة يا دار العلوم بلاد الجواسم وين الشيء الزين بتلقط أبوي عندهم وين الشيء المرتب بتلقط عندهم فلذلك أبوي العقار هي الشيء هو الكنز هو الكنز يوم عندك بيزات ما تلعب به شرق وغرب ما شيء أبوي شرات العقار والعقار ما يؤخذ إلا في المكان الآمن في المكان الآمن والبقعة اللي فيها ناس خايفة من الله اللي فيهم خوف من الله مشاريعهم ناجحة وبيعهم ومشتراهم وكل أمورهم مرتبة هذا الآدمي اللي يأخذ العقار يشوف الاستثمار كم بغى سكن بغى يجر بغى يتاجر ولأنه في مكان وعلى حله فمن أوصل الله يحفظكم المكان اللي أنا ساير أسبه أعتقد هذا الموقع اللي برويكم في المشروع اللي أنا جاي أسبه الحين اللوكيشن وصلني هنا لكن أظني هو هذا ويتريون الجماعة بنشرح لكم عن الموضوع اللي نحن جايين وعانين من دار لين ديرة علشانه من دار مشروع كبير بلاد 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 يعني ما شيء كبرة بلاد المنطقة اللي أنا فيها حين هاي مدينة كاملة متكاملة عبارة شارجة جديدة مثل ما قلنا لكم الأول شارجي وسلام باليوز وعسكر نظام يلا وصلنا الله يحفظكم عند الناس اللي نحن سايرين وعانين عسبهم وصلنا مكانهم ولازم عاد تعيدون الزين دانق والعدال دانقين ما شي ابوي شرات العدال الادمي يوصل عند الوادم لازم يلبس سفرته وعقاله يصير بالزي الزي يعني الزي الرسمي لبلادك اللي انت فيها وانت تنتمي اليها ما يستوي تصير بعد تسير على عرب حاسر تنقز اصلع لا تسير بويه ما تفريع لوقت ولا والسفره العقال اكثر ما يكون بالاخص عاده يوم يكون شيء رسمي ومكان مثل هذا لو عزه وقدره واحترامه ويعني كل شيء ترى ولا شيء صاله عماركم صاله العرض صاله العرض اللي هي مال اراده شركه اراده مملوكة لشخصين معينين أولا الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي والأمير خالد بن الوليد بن طلال شراكة مزدوجة بين هالشخصيتين اللي من أهم رجال الأعمال في كنتي الشرق الأوسط عندهم مشاريع اثنين حاليا نحن ما بنتكلم عن هالمشروع نحب نتكلم لكم عن مشروع فلل نسمة اللي هو هذا المشروع
اللي بخبركم عنه اللي هو مساكن نسمة. هذا هو مساكن نسمة. هذه هذا الخط العابر، هذا الرئيسي الدولي لدولة الإمارات، الخط العابر. وهذا شارع مليحة زين، وهاي منطقة السيوح رقم 7. المشاريع كلها أبوي بتاعت وصارت. هذا أبوي المشروع اللي حاليا نحن جايين عسبه، شيء جاهز وشيء قيد الإنشاء وشيء بيذهب. الشارع هذا الأول يسمون شارع العابر، غير حينه وضيف عليه اسم شارع الإمارات العابر اللي هو الخط الدولي من الخطوط الدولية. المسيد اللي تحيدون له الجامع الكبير، أكبر مسيد هذا اللي فيه جبيب، كل جبيب من أجمل المساجد سبحان الله. مسيد عود لك 600 قبلة، من أكبر المساجد هذا هني. والمشروع في هذا الطرف، هذا هو المشروع اللي خبرناكم عنه في النسمة. هاي اللي تشوفونه شيء من هنزاهب، شيء بتاع، شيء قيد الإنشاء، وشيء عدد كبير ما شاء الله. ومرة وهذا وايد قريب من يعني في نص دولة الإمارات، يعتبر في نص دولة الإمارات، قريب من دبي وقريب من الشارجة، يعني هو تبع الشارجة، لكن من دبي تقريبا 15 دقيقة من دبي، ومن عيمان ومن راس الخيمة، يعني وايد المكان قريب من مطار دبي. لين الموقعنا هذا اللي هن في مساكن نسمة 20 دقيقة، وتوجد 3 حدائق، مولات 2، مدرسة جيمس الدولية اللي العرب كلها تصيحها من أخير المدارس هذه موجودة. هذاك مو جاهز زاهد الحين تدوي يجرون زين. الحدائق مثل ما تشوفونها هذه وحدة منهم، وهي الثانية هناك بعد منقير. أمورهم كلها طيبة، الأمور كلها طيبة، وقمة في منقير ناهيك على المسايد والنوادي، أشياء كثيرة في المشروع. على فكرة هذا المشروع كامل كله صار، ويالله يالله يالله. والأرض هاي اللي بنوا عليها الفلل ميودة متذخرينها للشيء السبيشل، وهذا أهم موقع فيها في المشروع كامل. وهذا الله يحفظكم الفري سبيشل للناس السبيشل، فلذلك أنا جيت لأن اللي عندي كلهم سبيشل زين. الموقع هذا كلها محلات وكوفيات ومطاعم الدنيا كلها، ومدرسة جيمس عندها وعلى الشارع الرئيسي. يميز المكان قلنا لكم معفي عن الخدمات السنوية، ما شيء بيزات بلاش، هبي يبايعونكم ويلسون يظهرون الخصم اللي يسووه من الخدمات. لا انت بوية في الشارجة، ما شيء لعبة في دولة الإمارات، 1+1=2، كل شيء واضح. ما عندهم شرق وغرب. قلت ورد عيد وشيد وركرر بدال المرة 1000، الموقع استراتيجي. الموقع الله يحفظكم، للي جاي من العين في وجهه، وللي جاي من دبي في وجهه، وللي ظاهر من دبي في وجهه، وترابوي في طرف من اطراف الشارجة. هذا اولا، وثانيا على الشارع الرئيسي شارع الامارات اللي هو الاول يسمونه العابر، والكورنر هاك تشوفونه وين المسيد مال الشارجة اللي بالجبيب العود، ما لها اسم اكيد ان لها اسم وايد معروف، غير انا ما يحضرني زين. من الموقع هذا لين الفجيره 45 دقيقة، لين رأس الخيمة نص ساعة، لين بأم القيوين 15 دقيقة، ولين من المطار 20 دقيقة. شو بقولكم، أمور وايدة اللي تخليك أنت يعني وايد قريب لك كل مكان تبسيله. يعني اللي بيصير الفجيرة من الفجيرة لين هالموقع نص ساعة، ساعة الأربع، 5 ساعة بالكثير، ولأنك أنت في بيتك كأنك صار حل شبرة وراد. يقولون الأوليين عينك ميزانك، عينك ميزانك، وتروم أنت تصير روحك الطالع. تتواصلون من الأرقام هاي اللي بنحطها لكم، هذا أنا تراني واحد دايما زين. روحي ساعتي ما صدق شيء ما في خاطري هاي شابهني أقول لكم. فترون يا الآدمي تتواصلوا الأرقام اللي بحطها لكم، وترون روحكم تشوفون عينكم على الطبيعة، ما عن رمسة فلان ولا زيد ولا عبيد، لا تحددون موعد مع الجماعة اللي بحط لكم رقمهم، ما بمحد غير المشروع هذا، وأنا جاي أسب الجماعة هايين وتطالعون أبوي عن طريقهم، لأن في أسعار خاصة، في مساحات خاصة، في تشطيبات خاصة، لأن لو كل من يونير ما تنفي الوادي شيء. ما
شاء الله تبارك الرحمن. شو غادي الشارج؟ شو غادي أبوكم الشارج؟ عروس 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 تبارك الرحمن. يا الله يا رب تزيدهم من فضلك. هي بلاد المطاوعة كلهم مطاوعة، كل الطوع اللي في الدنيا كله فيهم ما شاء الله. حسبتي الله طارح البركة في دارهم وفي أرضهم. والله يقولك الشارج غير نمونة، لو بيرزون مربعة شرات فريج التيار، لو بيرزون مربعة أصبحت خضراء مربعة يابسة. كل بقعدتهم مبروكة وكل مشاريعهم ما شاء الله، كل شيء طول ما تلقط شيء عادي، كل شيء بالعظمة تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله. هذا هنا زد عن العرب اللي ذكريات، اللي ذكريات في الشارج الأول في الشارج الأول في الشارج. أي عاني أول ما تعينت في الجهاز سنة 79 بالضبط 24/12/79 أول سيارة بحياتي خذتها جيتي، شرت هذه السيارة لكنها بيضة، هي بيضة غير جيتي يسمونها أول مطابوقة. وهي عاني من هناك سيد لين فريد شرق، وين أسبوعي الخميس والجمعة الأول ما شيء السبت الأجازة الخميس والجمعة، وين أسبوعي يومين وانبسط واستانس عيننا الله خير. وعالي الفريد شرق كانت شبرة السمك مرة مشاهد البحر. يا زين من وقت يا زين هاك البريج يا زين هلا يا ناس ناس طيب أبوي كله في كل أنحاء دولة الإمارات. لكن الشارج غير، الشارج غير، كل شيء في الشارج فنان، هم شارج فنان وأهلها فنانين وكل حتى اللي خط فيها غني فنان. هذا المجمع اللي قلت لكم عنه مسيد بالجبيب، هذا اللي خبرتكم عنه. شوفوه هذا من أشهر وأكبر مساجد في كنتي يا إمارة الشارج. شوفوه شوف هذا أبوي على شارع خط الإمارات، خط الإمارات المشروع اللي ثارين نحن حين برويكم على أرض الواقع أخبرتكم عنه. هذا حين الدليل قدامنا وهذا الشارع على الزاوية، هذا هاي بدايته الحين من نوصل بصور لكم وين وين فرق الريال. هذا الدليل، هذا طالت عماركم الساعة صورنا لكم في من المجسم كبرة، صورنا من المجسم كبرة وراويناكم في المجسم وطريقته. هذا اللي فلن هاي المنهن، هاي البوي اللي انباعن وانسكنن خلاص ودوا عيالهم المدارس وباعوا واشتروا، وحد اشترى اليوم وباع باكر وحد اشترى العام وباع اليوم وحصل ربحه وحد اجر والدنيا مطرجة. وهذا المول قلنا لكم عنه قدام الوادم كلها كاشوفي عين شوفي ما شيء يعني بنرويكم شيء بالمجسم ومش موجود بينشئ بعد سنة ولا عشر، لا هذا هذا زاهر شيء من هالفلل جاهزات تروم تشترون اليوم، وشيء من هنبوية تروم تاخذ اليوم تشتري باكر تبيع وتشتري انتحر على هواك. وهذا ترى إعلان مدفوع الثمن، إعلان مدفوع الثمن، الحاضر يعلم الغايب. وفي الشارجة هذا قداية، هذا المطعم اللي أنا جاي أتغدى عنده اليوم معزوم فيه. المميز عندهم أهم شيء، شفتوا ها قطعة التوست، هاي هاي التوست مغمسة هاي هلو كم هي بليز this is سمسمي with what here sesame seed and prawns this one prawn yes sesame. والله sesame seed with the prawns and the flour and vegetable spring roll. خل هذاك، هذا I thought it's toast it's not toast 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 ها right toast hey where prawn عيال prawn inside hey معيون في برون ترى برون اللي هو الربيان كنه thank you. من مميزات هالمطعم هذا الشريك البري مسقوف عندهم، هل تشوفونها لا هي بياحة لا هي what kind of fish this one yes sir what kind of fish this one بياح بياح yeah. بياح المتر لا إله إلا الله بياحة غير مو هذا أبوي تنورهم شو مكبرة طباخ هي والله بلاد بلاد هالمطعم two pieces. هذا أبو المطعمنا نحن اللي بنتغدى فيه كل شيء وتختار اللي تباه ويجيبون لك إياه. بس حبيت أصور أخبركم نحن وين بنتغدى، ما حطيت اسم المكان ولا بحط اسمه ليش؟ لأنه بكان هاي ما بإعلان، هاي روحي روحي يعني بس اللي جي على في الوادم ما شيء شكل ولا شيء مشغلة. لا تم تعومة، لا تم أبوي صار فيه، لا تم كوفر، كل شيء من فضل.
السم كان ابوي والقبوب والدنيا كلها ابوي فرش كل ابوي حي 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 ها يا البط ها كل ابوي البواليل النقاق الهامور الفسكار الربيب كل شيء كل شيء ابوي سيباس اللي تشتهيه الناس كله موجود ابوي عازمين ابوي هالرجال وهذاك اخوه شوف الغنقون 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 يلا اوكي ميك ميك ذس وان تيك ات ما شوف ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن الله يحفظكم عيني عليكم بارده بهانس ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظكم ما شاء الله وانا رجيم اي كو عشان لشنا اطبوي شانيل وما ادري ايش قايل وطالعوا خمخمات الدنيا كلها ما اقول عن كل شيء لا حول لا قوه الا بالله بسم الله عليكم الرحمن الرحيم ما شاء الله ولا يدان انه العيش ولا يشتهن العيش هاشو ما شيء لا قوت على يموت لكم هاي السمكه نحن اللي اخترناها وهاي قلت لهم ها قلت له تحطونا على تجلاكم انتم حطوا لنا ابوي ثوم وشويونة زي زيتون وهنمون حق شو حق ابوي تحمر سمكة غادي حمرة يوم ترى يرشون شوي عليها ثوم ودهينة وهذا أنا أحب الكريم فيه سبايسي وهم الوادم اللي من غير يحبون مبحلق أنا ما داني المبحلق المبحلق ما داني بعيش ترى فلذلك هذا قلت لهم وحين سمكتي وأنا قلت لهم تحطوا لي اللي أنا أبا يو أنت سوى تايسين هذا ابوي على ما تشوفون هذا كينج براوند از ات تايجر براوند تايجر تايجر بعرفت ويتش از بيجر ذا تايجر اور كينج كينج والله اي بعشي اكبر عنه ترى هذا الاشياء المميزه بعد عندهم الحركات بعد ايوه هذا عاد السويت مالهم ايس كريم ويحطون عليه الاشياء هاي هذا ابوي ايس كريم هبسكم الحلو مالهم يعني قبل حطوا زبدة وحين دروا عليها الشكر What is it? Hello? What's here? Mango? ها؟ بحرجنا يا الله شكار و ياه خلاص الحين ذهب فوح ابوي الهمبة وما تريته قبل اول ما حطوه شويه الهمبة شويه عص او شويه قابض تقابض بعمره الحين لا الحين شويه اختلف لان من دقته الضوء ضرب الله الضوء من في حد ابوي لبج الحين هذا الصوص اللي هم مسوينه مكرملين وما ادري شو ها هذه نحط النمونه وتحت في الدام فانيلياس اي فانيلا ايس كريم اللي تحت وكود ابوي هذا على هذا وحطوه الوادم وكلوه يس ثانك يو مساك بخير ونور ورضا وسرور جزيرة الحديريات حاليا الشغل الشاغل للعالم كله والحدث اللي استوى فيها الحدث اللي استوى شيء يفرح الخاطر ويسعد كل مواطن وكل إنسان راعي بزنس وكل هل بالتركات وهل بالمشاريع الصغيرة اللي موجودين الشباب والشابات الله يحفظهم فلذلك هذا خبر سار ومفرح أنه الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره ويحفظه جزاه الله خير ما قصر أسع على المواطنين وعطاهم 6 شهور بلاش أمر إعفاء من الرسوم من الشيوخ هذا شيء جميل ما كد استوى في أي دولة من دول العالم في الإمارات هذه أشياء بديهية يعقون الدين ويسددون هذا ويساعدون اللوادم الحمد لله رب العالمين نحن عايشين في خير وفي رضا من الله سبحانه وتعالى فضل القيادة الجائحة هذه اللي جت
يعني تقريبا يقولون كلت الخضر واليابس ما خلت، لكن الحمد لله رب العالمين في دولتنا الحبيبة اللي تأثر نسبة بسيطة، فلذلك حتى النسبة البسيطة هذه أمروا الشيوخنا يحصلون أبوي التعويض بطريقة أو بأخرى. المهم طلع إعفاء 6 شهور الجايات من مصاريف الإجارية للتركات هذه وللمناطق اللي هم مستأجرينها من الدولة الإمارات. هذا شيء وايد يفرح الخاطر، وقل ما يحدث في أي دولة في العالم، لكن في الإمارات وبالذات في إمارتنا الحبيبة عاصمة الخير ودار الفلاحي الحمد لله رب العالمين. نحن الحمد لله تحت هالقيادة ننعم بالراحة والأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة. من كريم ليه مستحج، من كريم ليه مستحج، وشبابنا وعيالنا هل بالتركات بعد أبويه ما في الذميم، ما في الذميم بارك الله فيهم، اللي قال بيسوي شيء الفلاني واللي قال بيسوي شيء الفلاني واللي قال بيسوي شيء الفلاني، وحين بننزلكم بوست بكوفي معين سوى خدمة بلاش، سمى خدمة بلاش، خدمة بلاش، تعال أبوي من الساعة الفلانية لين الساعة الفلانية، من الساعة 6 المغرب لين نفاد الكمية، لين من 6 المغرب بكرة من يدنا المغرب قبضوا طروق أبوي سيروا، حين بوين بحط لكم العنوان هذا وكلكم أبوي سيروا أبوي كل بلاش، كل بلاش هالعنوان اللي حب أحط لكم إياه. نعم هذا كله فرحانين، فرحانين أبوي، فرحانين كرم أبوي، ما أخذين أبوي بالفطرة وما أخذين من القيادة، والكرم طالت عماركم مخلف ما بمولف مني من من كل رقعة وبقعة، لا قيادتهم كريمة وهم أبوي ما يصكون بعد، إيه ما يصكون بعد حلوة واجفين كلن أبوي بمجهودة، اللي قال أبوي سندويشات واللي قال أبوي كوفيات، الكوفي اللي بخبركم عنه من 6 المغرب لين نفاذ الكمية، كل أبوي في حب الله فرحانين بهالخبر المفرح المبسوط، الناس كلها انبسطت، كل هالعرب انبسطت. سير وتخبر عملي حسمر فارع القامة باهي المنظر. نحن طارت عماركم موجودين عند المعتز للسيراميك. أي نوع من السيراميك عادة؟ سيراميك الأسباني، عندهم 3 أو 4 شركات أسبانية، مب أسباني ومسوينه في البلاد هايج، ومب أسباني ومخدوم في البقعة الفلانية أوراق وأشياء معتمدة ودفاتر وكل شيء مسجل بطن وظهره على بطن وظهره أسباني، ولايتي رقم 1 كل سامانهم أسباني، عندهم السيراميك وعندهم البرسلان من جميع أنواعه وجميع الديزاينات جميع الأشكال. أذكر الله أذكر الله شياك مومد، كيف حالك؟ حياك الله، أنت بخير؟ نورتونا والله. شو اسمه مديركم؟ معتز. معتز الحين فوق؟ الحين معتز فوق. نروح نسيل له؟ طبعا تفضل تفضل. هذا وهاب كبره نزل. معتز السلام عليك. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف انت؟ حياك الله ما شاء الله عليك معتز. نحن يا ابوك نسمع بمكانك من زمان. لك غميضه يا ابوك ما عرفتك الا من عقب ما خلصنا سيراميكنا وخلصنا سامانا. عقب عرفناك ما باليد حيله. كان جلع الاولي بالركب جديد؟ لازم جلع. لازم يكون عندك المعتز. الله يبارك فيك. اقول لك الحين اخذت له بتعب معك ما اخذت خط. نعم اشتريت اشتريت من الاسباني ولا شو؟ الاسباني. اشكر لك والنعم. اشكر منو خلص؟ مومن. مومن ما شاء الله ما شاء الله عليك ومحل ما عليك لك شوي عنه يعني. مومن مومن اشوف وجهه. هي والله مومن الحمد لله رب العالمين. اسمك وايد صعب روحه. زين مومن شو الاخبار؟ شو الغريب عندكم؟
شو اللي جديد او شو اللي موجود عندكم ما موجود عند غيركم؟ احنا موجود عندنا سيراميك وبورسلان اسباني اسعار جدا مميزه واشكال كلها حديثه الحمد لله رب العالمين. كيف حديثه يعني؟ يعني موديلات زي ما انت شايف تقريبا وضعنا كامله موديلات جديده موديلات السنه تفضل من مصانع وبراندات عالميه معروفه في اسبانيا. مثلا 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 هي شوف مثلا نفس هيك زي شيء من هاي على حسب الاحجام كبيره وصغيره. عندنا الاحجام الكبيره والاحجام الصغيره حسب القياس الحمام. يعني مثلا الحمام صغير بحتاج حبات صغيره موجوده. الحمامات الكبيره موجود بدك مثلا حبات كبيره سلابات كل شيء متوفر. سلابات هاللي مثل في الفنادق اللي طولهم مترين وعرضهم متر مثلا عندنا قياس مترين و60 120 هلا عندنا برضه هني جرانيت ولا سيراميك ولا بورسلان؟ بورسلان أيوة. ليزر كت اسباني. اشكر فنك. من انت قلت لي شيء كبار هاي اول ما جيت انا شفت هاي اللي لفت انتباهي. هذا قياس 120 260 260 ليزر كت بورسلان اسباني فل بولش. طبعا متوفر عندنا اكثر من لون. مثلا عندنا هذا اللون متوفر فيه مثل ابيض فيه عروض ذهبيه. هذا حب بورسلان ولا سيراميك ولا جرانيت؟ هذا بورسلان. كم وزن هذا؟ وزن وايد فيه؟ لا وفي هذا الحين السلابات لازم تيجي وزن خفيف عشان يتركب على الجدار وما يوقع بعد فتره. اخف عن الرخام. بيجي سماكته 6 ملي يعني مش شويه 6 ملي يعني مش شيء بسيط يعني. على الجدران انت ما بهمك يعني سماكه وكذا. زين والخشب بعدين لاحظ عليهم كل حبه بتجي لك مختلفه عن الثانيه. ايوه عشان اعطيك منظر الرخام كثير يعني هم مشتق يعني شكله مثل الرخام لكن ما برخام بورسلان. بورسلان زين. شيء فيهن الوان الخشب ولا شيء من هالقبيل؟ موجود عندنا بورسلان وسيراميك اشكال خشبيه. تفضل معنا. يلا قلت عنها الاشكال الخشبيه. تفضل. هذا كله بورسلان اسباني شرات الباركيه. هي هذا حق الارضيات اللي حق شو؟ حق الارضيات هذا. ها كل الارضيات كلها ارضيات. ها يتسوي مثل هذا ها؟ نعم كانك مركب خشب. شوف انت لكن هو بورسلان وهذا مره ما يخت ما يبغي له جلي ما يبغي له واللمعه هاي اللي فيه تخوز بنشطه هذا المي عاده الموديلات هذه تيجي مات فنش نفس الخشب في شيء مات شيء بدون لمعه شيء بلمعه هي حسب الطلب. هي والله شوف انت شوف بعد الالوان الثانيه هذه تفضل كل حق ارضيات شوف الحبات كيف كلها مختلفه عن بعض. تفضل ما تشوف هذا كله اسباني كله اسباني. والمقاسات المقاسات مختلفه عندنا مثلا 20 120 60 120 لكن الاغلى كله حق ارضيات كله حق ارضيات. ايوه ابوكم اني تندمت بطريقه ما تتخيلوا. ندم ما يستوي كان مش لادمي يتندم يقول يا ليت اللي صار ما كان ما باليد حيله يعني هي اراده الله. شد خلصت انا وسويت سيراميك لكن ما دريت بهذا معتز قد بلاته. والله يا ابوكم انتم من خارج تشوفون المدخل بسيط لكن اللي داخل اشياء غريبه عجيبه. اقول الحين هذا هو نفس اللي هناك؟ الو هذا هو نفس اللي هناك؟ هذه لا هاي مقاس ثاني لكن نفس النوع. هي هذا الحين كله جدار كله حق جدران ارضيات هذا يركب. هذا قياس جدران ارضيات. ايوه قياس 90 ب 180. ايوه شوف انت شوف عمي بعدين عندك اهم نقطه. نعم هذا كلها البورسلان لازم يكون منقوش عليه نقش شايف كيف ميد ان سبين. ايوه وين تصنع هذا اسباني على بطن وظهره على كل حبة. زين اسباني بطن وظهرة ولا لا؟ بطن وظهرة. اشكر فنك. معتز. هلا اقول لك. انت مستقصدني. لا والله لا والله ما لا والله مثل قصد. اقول لك كم شركة عندكم؟ احنا الحمد لله عندنا أكثر من شركة طبعا. عندنا مصنع نيفرتي. سيفري، كيرا تايلز، يونيسير. كلهن هاي الاسبانيات؟ طبعا اسبانيات اسامي كبيره تدخل على جوجل مثلا مكتوب نيفرتي وكذا المصانع المهمه. اها مصانع كبيره وانت تقرب بعد انا ابوك قالوا تباعد ما ب 40 متر الحين اللي انا اشوفه هذا الحين كله سيراميك. هذا بورسلان اسباني بورسلان اسباني وهذا شو الحين الجدار هذا يدار يعني احنا مركبينه على جدران هو بالعاده بركب الارضيات في ناس ركب حق جدران بعد. ايوه في عندنا كثير الوان من الليل هاي وكثير مطلوب عندنا الفتره هاي. وايد جميل وايد جميل 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 للغاية. حتى هو منظره نفس منظر الخشب نفس منظر وملمس وحتى تحصلك ماشي على خشب. هي والله شوف كيف الملمس كلها تقنيات حديثة في التصنيع والأسعار أسعار جدا جميلة. شوف أنت سبحان الله. تفضل
هذا الحين عبارة عن شو؟ أرضيات. أرضيات. إنزين. 90 في 90. إيه. شوف الأشكال كيف. وهذا مات. مبني صالق. في نفسه لمعة موجود بعد. تفضل. أيوة. نفس الكلام. لكن أتوقع اللي بلي صليج هذاك أخير. المتر الحين مطلوب. الموضة الحين السنة أنا بيتها عن نفسه. إيه. اللي ما في اللي بلي صليج هو اشوفه نقاوي اقوى وهذا شو شوف هذا رمادي شوف انت اسمنتي الحين برضو اسمنتي هي هي هذا حق يعني اظنيها لون شابي انا ما احب الشيء الشابي انا الناس اذواق سبحان الله لكن كله جميل وكله فنان وكله زين هذا ترى بلي صليج وايد فنان وكم سمكه هذه خيبه 10 ميل والله ما بشوية. إيه 10 ميل و900 أكثر. كل الموجود عندنا برسلاء لأرضيات البيت والحمامات والمطابخ. نعم. شوف عندنا ألوان وتشكيلة واسعة. شوف مثلاً اللون الرمادي موجود. أبيض فيه الأرق الذهبي موجود. اللون التوفي أبيض نفس. الأبيض اللي فيه لمعة. شوف هذا الكريمة نفس اللون الكريمة مارفة اللون جدا فاتح. هذا اللون كثير مطلوب عندنا. اللون الأسود اللي حاب يعمل ديكور خفيف. هي والله. شوف هذا ما هذا اللون كمان بعد انا كثير مطلوب لونه بين الابيض والرمادي وهالي وراه هذا لون الكريمه مارفل عروقه جانبيه اذا هذا مثلا شوف شو اسمه قلت لي مؤمن مؤمن ما شاء الله كم لا لا خلاص مؤمن زين مؤمن الله يسلم احنا مثلا اللي ساكن ومخلص يجلع كاشي هذا عادي بيشيل الكاشي هذا وبركب الكاشي الجديد حتى مو بس تقدر انت تركب فوقه كمان والله ممكن تركب فوقه في نوعيه لاصقه بتيجي قويه شويه ممكن تلصق فوقه بتلصق فوقه بيكون بيختلف معك الليفل شويه يعني ممكن انت هي تحف طرف البيت الباب يعني بدل ما تجلع وهذا ممكن نعم ممكن والله فكره يعني طبعا عندك البورسلان زي ما انت عارف اهم شيء عندك مقاسات متنوعه 90 ب 90 60 شو اللي يفرق يعني بالمقاسات المتنوعه ما في فرق يعني نفس الشيء بورسلان ترى اذا تاخذ قطعه كبيره بتقص منها لا ها تحتاج مثلا عندك مساحه كبيره الكبير بيطلع اجمل عندك أي. مساحه صغيره لا القياس الاصغر ايوه الحين فهمت عرفت علي هاي يعني مش بالضروره مرات تشتري مثلا شغله تكون غاليه وتكلفتها عاليه أيوة. يعني مقاس صغير ويناسب عندك اكثر وليش هذه ها هذه شو هذه للحمامات هي ارضيات ولا شو هذه للحوار نفس الموضوع في مقاسات كبيره في مقاسات صغيره في مقاس اصغر بيفرق معك المقاس الحمام دائما ها مثل هذا يعني يعني تقدر تسوي حمام وتحط عليه نوعين ثلاث ما بلازم نمونه وحده في عندك الديكور بيجي عندك عباره عن الديكور هذا بيجي فيه زي الديكور ريليف والساده وكلهم في مكان واحد يعني نعم تقدر تدمجهم بهالنمونه نعمل لكم تصميم 3D طبعا للزبائن مجانا كيف ما خبرتني عن هالكلام من اول ما جينا لازم نعمل عشان زي ما تقول اللي في التركيب اهم شيء موضوع التركيب احنا يهمنا مثلا الحين اللي بي انا الحين جايينكم زبون نعم في عندكم حد يعطيني مقترحات طبعاً يفيدني طبعا بخدموك كثير وعندنا تصور دائما انت هلا عندنا لكل موديل تصور زي ما انت شايفه هيك يعني انا حاط في بالي ان الحمام الله يعزمك سامعين يعني منظر واحد ولا منظرين يعني الاول يقولون بيسوون حزام وسرامي أيوة. هلا اختلف الموضوع الحين في مرات شوف انت عندك هذا شوف هذا الموديل هذا له ديكورين هذا ديكور وهذا ديكور مرات بندمج نعمل لك اياه كامل عرفت علي احنا لازم نصمم لانه احنا فايدتنا يطلع بيتك جميل احنا ما بهمنا بس نبيع وخلاص لا بنعطيك الشغله كامله متكامله صدق ظنك مؤمن 100% ليك مؤمن الخط ما شاء الله ابدا الله يحفظك زين استاذي زين طبعا هاي شفتها مثلا برضه نفس الشيء هاي شفتها هاي مقاس 20 ب 60 واسعار كثير مميزه طبعا شو الفرق بين اسعاركم واسعار السوق؟ والله يا اخوي السوق احنا ما فينا نحكي يعني كل الناس خير وبركه فينا طبعا الحمد لله عندنا اسعارنا وعندنا وكالاتنا والحمد لله حسبتي ما شاء الله مكانكم ممزوره وادم الحمد لله غيركم تبارك الرحمن يعني كسيون الذباب الله يرزقهم لكن انتم ما شاء الله عليكم حيين بفضل الحمد لله رب العالمين مرحبا براعي كلبه يا محمد لا خلينا منك كيف انت الله يحفظك حياك الله حبيبي مازينك مازين دار نيت منها كلبه دار زينه وفنانه وهلها من هالزعاب وغير هالزعاب والعرب والناس اللي هناك كلها
خير وبركه. طال عمرك وتلبى دارك طال. لا خلينا منك الله يحفظك. لكن شفت يوم تخطفت سيده قلت لك انت من هالكلبه؟ اي والله كيف عرفتني؟ معقول دمت هالكلبه؟ دمتها. صدقني صراحه. الله يبارك فيك. شو جاي تسوي؟ والله ما اخذ عند كاش عند الجمعه عصرانين. هي. وما شاء الله يعني المحل يعني ما يحتاج اتكلم عنه المعتز معروف صراحه الحمد لله. اي نعم الحمد لله. هذا لين احنا جبنا من ابو ظبي لين هني. هذا ايه هذا ايه. الله يجزيك خير. شكرا لك خليك الله يحفظك. خبر هذا 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 ما شفته هنا. هذا شو؟ هذا كله بورسلان سيراميك الحمام. هذا طبعا سيراميك وايت بادي حق الحمام. شوف كيف الزبائن ان شاء الله تريد تصميم 3D نفس الصور هذه. اه, آه يعني اي يعطيك المقاس وتسوي له النمونه نظام 3D وتراونه وكل نعم. واحد يبى شيء تسوي له اياه ان شاء الله. زي هذا اللي عيبني انا فريته انت ايش حق جاك علي؟ فعلا هو موديل كثير. اي والله هذا جميل. حط البروز ملموس تحسه كيف زي الفرزات الكريستال هيك التطلع. سبحان الله هذا كله اسباني؟ نعم اسباني. تعرف الله طبعا الاسباني. في الصوره مش واضح هذا الديكور هنا شايف هذا الديكور المخطط اللي تحت موجود هون هذا المغسله. زين زين والله شيء وايد جميله. هذا بعد موديل حديث طبعا فيه الرمادي واللي على الذهب شويه إيه؟ لكن هذا والله اللي عليه ذهبي هذا وايد فنان. جميل جدا. شوف كيف الفرزات اللي فيه والتظلل أيوة اللي فيه وكذا مع ارضيه بورسلان خشبي. هلا شايف كيف موديل كثير حلو هذا. اي أيوة والله شوف هذا له اكثر من ديكور. يعني الحين هاي هذا هاي نفس شكلها زين. هذا الحين عقب ما تركب القدم. نعم نعم بالضبط. حبيبي اشرح لي في المنظر هذا 3D اللي انت صورتوه هذا وين مركب؟ الحين هذا الديكور ايه مركبينه احنا هني خلف البانيو. انزين الحين في كثير ناس تحط مثلا الديكورات هذه فيها تظلعات وبين مكان الشاور جدار الشاور يكون مثلا من الديكور والباقي بيكون من الساده. انزين والارضيه تختار بدك ارضيه ستايلات السيراميك شكل الخشب ولا السيراميك نفس اللون انت تختار. وانتم اللي تصورونه وهذا نوع وهذا لاحظ انت كيف الحبات كيف بالصوره مش مثل بعض. هذا المعطي جماليه للموضوع. سبحان الله. انزين لكن ال 3D هذا اي وانتم تسووا له اياه؟ احنا نسوي. زين زين وهذا يكون فري بلاش ولا بيزات؟ يعني تعتمد المواد من عندنا بنعمل لك اياها فري. زين شوف كيف هاي كل الديكورات متوفره. شوف الديكور الذهبي هذا كيف هنا مركب ورا المغسله. الديكور الثاني ورا الباقي حسب مقاس حمامك بنضبط لك اياه. ترى المقاولين يعني صعب شويه يركبوا الديكورات او العمال. هي ما متفاجئ. لازم تعطيه صوره بحيث ترتاح. من هذا شيء طبيعي انا. زين مؤمن هذا الحين القسم هذا البارت عبارة عن شو؟ هذا حمام عبارة عن بورسلان قياس 620 اسباني الاسود. الاسود هذا كله اسباني قياس 620 ليزر كات فول بولش. المغسلة هذه اسبانية والبانيو هذا ايطالي. شوف انت لا اسباني وايطالي ما شاء الله عليك حبيبي. شوف شو هالقسم كله هذا اللي تو قلته كله عيده. انت طبعا مصر تمسك فيه ما يمومن احد. خلي انت مومن ما بموم اباك انت ترمس. زين زين يا سيدي هذه بورسلان 120 ب 120 هي مقاسات كبيره يعني مع المساحات الكبيره بيطلع كثير جميل. نعم اوكي. طبعا اسباني برضه الوان واشكال متعدده شايف هنا قطع رخام. نعم طبعه رخام يعني هذه. هذا المقاس برضه كمان من المقاسات الجديده والمميزه 75 في متر ونص هي اوكي. وهذا ايضا 75 في متر ونص. طبعا لاحظ اختلاف الديكور اللي داخل الحبات. عدا عن ذلك لاحظ انت انعكاس الاضاءه اللي فوق كيف فيها لما تكون قويه. عرفت علي؟ دمعه قويه جدا متوفر اكثر من مقاس موفر. بالضبط هذا المقاس نفسه 75 في متر و50 هذا 120 ب 120 ها كلها نوعيه اللي نحن نشوف هذا كل نوع واحد لكن الاختلاف فقط من المقاسات. نعم نعم ايوه. مرات في ناس مثلا بيختاروا المقاس الكبير للمجالس والصالات نعم يكون مساحه اكبر هي. بيختاروا جوا الغرف نفس اللون أها. مقاس 60 ب 120 نعم نعم يعني برضه بيطلع جميل. فهمت علي؟ ياك تسلم. الاشياء الموجوده عندهم لا تعد ولا تحصى والموديلات والخيبه والمقاس ها
أقول لكم والمقاسات أشياء كثيرة، لكن الحين نحن بنركز على شو الشيء اللي هني نروح نتكلم عنه بسرعة. 620 ها؟ أرضيات للبيت قياس 620. إيه. عندنا ألوان كثيرة وأشكال مميزة. واللي يميز هذا النوع شو المقاس يعني قصدك؟ المقاس يعني سهل التركيب، مدرات ألوان حديثة. المقاس هذا مطلوب كثير. هذا يرد شوي بذهبي صح؟ هذا أبيض في عروض ذهبية وعندنا الأبيض في عروض رمادية. شوف كيف على التركيب. حتى الأرضية يسوون عدة أشياء، عدة أشياء ولا لو نوع واحد؟ هو نوع واحد لكن العروق تختلف بين الحبات بحيث يعطيك منظر الرخام الطبيعي. شوف أنت، لكن هذا بعد هذا يكاد أن ينطق عروق ذهبية هذا. كل درجات كل الألوان متوفرة. لكن هو أذهي أذواق بينه وبينكم يعني. المحل كبير يعني صعب نصور المحل كامل، لكن نصور المحل كامل تفضلوا عنه وإن شاء الله بتلاقوا اللي بدكم إياه بأفضل سعر. أهم شيء السعر. شو راح يكون؟ احنا ان شاء الله ان شاء الله اللي بيجينا من طرفك ما راح نقصر. خلت اللي عن طرفي ولا طرف غيري، نحن بمن الاخر. اسعار طيب للعرب كلها. كلها. اللي بي اليوم ولا بي باكر. سعر وخدمه ابو محمد و اهم شيء تعرف شو الناس تبى؟ تبى تخلي المهندسين اللي عندكم ليه بيجيك يراون عده صور 3D جاهز. هي. واهم شيء كله الحمد لله كله بلاط اسباني ونخب اول. وشهادة عليه مرة اللي صالج ما يغدي شاب ما يخترب عقب مرة عندنا شهادة موجودة من المصنع وتاريخ الشحن كل شيء موجود عندنا. بارك الله في حياتك. شو اسمك انت؟ محمد. حياك الله يا محمد. شو هالتفيزيرة هالكثر؟ هذا مدير، هذا منو هذا؟ منو هالرجال؟ هذا مسؤول مبيعات. ما شاء الله عليك، شيفك شيفات مدير. الله يسعدك. بارك الله فيك. ترى مش غلط ان الانسان بين فترة والثانية يغير بديكور حمام، بديكور بيت، يغير الزل، يغير التريات والسيراميك والمداخل والمغاسل وهاي الأشياء. مفروض يعني أنا مثلا الحين إن شاء الله إذا لجعلنا من الحيين أني ناوي أني أغير السيراميك مع الصالة والميلس إذا لجعلنا من الحيين. الحين بسأل من عطوني سعر مناسب وزين بخليهم يرون يسووا لي إياه نروحهم، فاني انا بروم اسوي واصمم ما ادري شو حش علي مار بقرم بيسوي لي احسن شيء وبسعر موافق ان شاء الله اذا اتفقت وياهم على سعر. فزين الانسان يغيب بين فتره والثانيه اذا انه ما بيدقدقون ومطارج وهذا بعيد اخير ليش لا؟ اذا انه بيتركب هذا عباس على دباس يعني اكيد انه شيء زين يعطي منظر جمالي وجميل وانيق ومع التطور. والانسان بين فتره والثانيه يغير. الانسان هي عيشه وحده بويه، عيش بيعيشها، ما بتعيش بويه مخلد دب الحياة. هذا ابوي فندقنا اليوم فندق سكاي فيو. هذا فندق سكاي فيو. 200 meters slight right toward Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard. والله يبكوا لفه صغيرونه شبرين عرضها غلط، بدال ما ادخل على اليمين سف على اليسار، وحين رديت ولينها لينها شوفوا شوفوا وينيت ردي بويا مره وين ما صرت. هي والله يا يروح حساله غفلت لحظه بس وحين اعطاني لازم اسير ورد يبالي كيلو وين لين ارد وين ما كنت شدي وصلت مره عدال لي دار. لكن سبحان الله رنتين ما وقفلت عن اللفه بس رنتين طالعت الرقم من ولداك. هي والله الله يكون في العون. والله هي وقفتي من الفير لين حين اليوم لا حولي سيرة أبوي لا دبي مول ولا غير دبي مول ولا أي مكان مستحيل. وين القوة؟ ما شيء قوة. خيرا أبوي وصلنا بريجة. يا ربي اسميني عرعرت التعرعير لي في الدنيا. Turn right, then your destination will be on the left. هذا أبوي ها نحن مساعة هفج ما خلينا بقى هفجنا تهفيج عيل. نحن أبوي أول من حضر ودشنا طالت عماركم تغطية الافتتاح. نحن أول سوشيال ميديا أول شخص يسوي تغطية السكاي فيو أول شخص يوم كان سوفت أوبنينج. الله عمار 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 يا دار الحلة. لا تقولون فندق عادي ولا حتى خيال. هذا أبوي حلم كأنك جالس وتحلم كأنك جالس وتحلم. ما شاء الله تبارك الرحمن. مستحيل تغيب عن دبي ولا تغط يومين أو ثلاثة أيام
ماتي ما تلقط كل شيء مختلف فيها، كل في تطور وكل في ازدهار وكل في جمال وكل في رقي وكل في أناس وكل في ازدهار. سبحانك يا رب، يا الله يا رب تحفظها من دائم. ما تشوفون أحد يصير ولي اللي عنده هالدار وهالبلاد؟ مستحيل أبوي يودرها، مستحيل يودرها، مستحيل. أيوة كم يعيبني اللي بيجي يصور يشاور. شو كان المشاورة؟ كيف طريقتها؟ كان سموح نصورك ولا لا؟ الله أكبر، كيف يعني؟ حد 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 لازم نستأذن. لا خلينا مكلا والله مسموح ونص بعد. منور منور. الله يبارك فيك. هالرجال اللي وياك منو؟ دكتور سعد. مرحبا دكتور. تعالي شي طرف هذا أنت. ما نصور تصير من إيه؟ أنت خربت علينا حين. يا مرحبا الحمد لله. هلا وسهلا. هلا هلا حبيبي. شكرا جزيلا. مع السلامة أبوي. الله يحفظك. أول ما تدخل يجيك أبوي وين الميني بار والثلاجات وما أدري شو غرفة الملابس. أول ما تجي وخلاف الله يعزم عليك السامعين يجيك الحمام وما أدري شو الأشياء هذه، أشياء على المثلج الدنيا كلها تلك 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 وهاي الغرفة. بعد حينه هذا ابوي الشيء الزين اللي ماشي اشاراته. هذا هناك مسعويه صورت لكم قبل شويه. وهذا ابوي الممر يوديك سيد ها، وانت ساير وانت ساير وانت ساير لين دخلت دبي مول. شوف الله عليك. عطينا منظر الزهم الأخير، منظر فنان رقم واحد. يلا عاد الحين أبوي ترى لا صلينا لا المغرب ولا العشاء، بنام مسعد خلاص طلبنا عشانا ولا حولنا ظهره ولا شيء. إيه والله أنا أبوي نام من الغروب. وين القو هو؟ وين القو؟ كم هو عيزنا؟ روني صرت بقعه والله ولا احتركت، تعشيت أبوي عينت من الله خير. وهي جلستي بحجرتي ولا بحترج عيزان لو بيظهر ابوي من قبره دبي مول، ما صرت اقابله لو بيظهر الله يغفر له من قبره دبي مول، ما صرت اقابله. ما روم وين في؟ والله ما في قوه عيزان، رويلات متورمات وعيزان ما في حيل. مره مره مبنشر مبنشر تبنشير ما شي شراته في الدنيا العودة. والله العظيم وين بروم؟ أنا أبو القوة للقوي، أنا أبو بروم أما الصبح لين في الليل بروم. والله طلبت عشاء من الفندق يا بولي وتعشيت وحين وصليت وعينت من الله خير. بعد بتشيرك مليوع ما رمت أصلي قبل العشاء، أول شيء تعشيت عقب صليت. جدمت أبوي القرض على الفرض، ما جدمت القرض على الفرض، جدمت لا والله القرض على الفرض، قرت وتعشيت عينت من الله خير وخلاف ابوي صليت. شو اسوي؟ ما بروم اصلي وانا يوعان؟ ما بعرف بتخادع. اي والله. يلا عاد تصبحون على خير.